عبد العالي مهندس برمجيات ونكمل في دورة جينكينز الدرس الثامن. في هذا الدرس سنتكلم على كيفية بناء مشروع دلفي وتنفيذ التجارب أوتوماتيكيا عن طريق جينكينز. يعني هذا الدرس هو نفسه الدرس السابق رقم 7 الذي عملناه على الدوت نت كور. نفس الشيء سنطبقه على الدلفي. كما قلنا نعمل بأربع لغات: دلفي، سي شارب، وجافا وجافا سكريبت. إذا هذا الدرس باللغة الثانية هي دلفي. سنتعرف على ماذا نحتاج لتنفيذ مشروع دلفي أوتوماتيكيا عن طريق جينكينز، وأيضا لونسمون دي تيست يعني ران ليونيت تيست. نفتح دلفي وذهبنا إلى المشروع قد عملناه في السابق في دروس الباكند. يعني هذا المشروع هذا موجود في دروس الباكند هنا للراد سيرفر. كل هذه الدروس تكلمنا عليها، من بينها تعدد الطبقات في الدلفي وأيضا يونيت تيست، كيف نعمل بدي يونيتيكس، وأيضا موكيتو، تكلمنا عن الموكيتو أيضا. كل هذا تجدونه في القناة في دروس الدلفي. كل هذا دروس باكند في الدلفي، وتكلمنا على شيئين لهما الأداة هذه التي تسمح لي بعرض واجهة تستطيع تحميلها من هنا. هذه الواجهة تجدونها هنا كما تلاحظون، لأن الدلفي يفتح لك الكونسول وواجهة يعني رديئة نوعا ما مع يعني شاشة سوداء. أما هذا فنستطيع تنفيذ توقف إلى آخره وملاحظة لوج إلى آخره. أداة جميلة جدا نضيفها كإكستنسيون أو بلوجين في الدلفي أو في راد ستوديو. أيضا تكلمنا على البلوجين هذا، وتكلمنا أيضا على ماذا، على موكيتو، دلفي موكيتو الذي يسمح لي بعمل موك لقواعد البيانات ولسيرفيس. سنعمل يعني مثال بسيط جدا، وهذا الدرس موجود يعني في القناة. أما هنا سنعمل، أضفت وحدة للتست كما تلاحظ، هذه اليونت للتست، ونفس المثال الذي قمنا به في سي شارب سأعمله الآن. إذا قلت له تست A ستقوم بمعاينة إذا كان الـ A أكبر من الصفر أو لا. سنقوم بتنفيذ هذا. كما قلت نستطيع هذا التطبيق هذا نفتحه يعني في مشروع آخر، لكن أنا أحببت أضيف لي تست في هذا المشروع الذي هو عبارة عن تعدد طبقات. سأقوم هذا بتست سيرفيس حيث أضفنا الموك وكل شيء يعني موجودة في الدرس، وأيضا سنضيف تست يعني نفس الشيء بالنسبة إلى الكنترولر هنا، عفوا API هذا الكنترولر. نضيف مجلد آخر خاص، يعني أردت فقط حذف ما قمنا به سابقا لإعادة تنظيم البروجكت، إضافة مجلد خاص بالAPI وإضافة مجلد خاص، لأن قلنا في التسينيتر الخاصة بالدلفي لا نستطيع إضافة الوحدات في المشروع في حد ذاته، بل نضيفه في الجروب كمشروع جديد كونسول ابلكيشن او ابلكيشن. اذا التست تمر بنجاح لو عملنا 0 0 ليس اكبر من الصفر فيقول لي هناك خطا. اوكي، كما تلاحظون دي يونيت اكس في الدلفي تشتغل. اوكي، اذا الان سنعمل بيلد. كيف نستطيع عمل بيلد اوتوماتيكيا في الدلفي؟ سننشئ مشروع جديد جينكينز سيعمل لي بيلد للدلفي، ويعمل لي بيلد او تجربه لتست، يعني يعمل ران لهذه التست. او قبل ما نفتح جينكينز سنجرب ان نعمل باليد. كيف نعمل بيلد اوتوماتيكيا عن طريق يعني امس بيلد لمشروع دلفي؟ قبل لونسمون لمشروع الامس بيلد لابد ان ننفذ سي ال اي يعني الخاص بتنفيذ تعليمات اوامر يعني اون لاين كوموند الخاصه بتنفيذ مشروع دلفي يعني بيلد للدلفي. لذلك نذهب الى اين ثبتنا الدلفي، ناخذ المسار، نذهب إلى هذا المسار ونبحث على ملف bat rs vars.
هذا الملفات هو الذي يسمح لي بتنفيذ او اكتيفيت للسي ال اي، يعني اسميها انا سي ال اي لان كل يعني كل اللغات يسمونها سي ال اي لتنفيذ اصدر اوامر. سننفذ هذا الملف بات بعدما تنفيذ هذا البات. إذن الآن نستطيع عمل بيلد عن طريق أماس بيلد. أماس بيلد ثم مسار البروجكت. كما تلاحظون في مشروع دلفي هنا عندي مشروع يعني جروب دو بروجي، يعني مشروع يحتوي على الكثير من البروجكت. لنفرض أننا سنأخذ هذا مثلا، نبحث إلى سورس، نعمل لصق أماس بيلد لصق، واسم المشروع بروج دي بروج سلاش دي بروج وانتر. هكذا هذه التعليمة تستطيع عمل بيلد للمشروع. ولو ذهبنا وشاهدنا هنا هل يوجد ملفات اكزي او دي سي او ما شابهها، سيقوم بإضافتها، يعني البيلد يشتغل بنجاح ويكتب لك يعني هنا سكسد. نستطيع أيضا تنفيذ جروب دو بروجي اللي هو سوليوشن، يعني في الدوت نت نعطيه SLM. هنا أيضا في الدلفي أيضا نعطيه الجروب دو بروجي هنا، لأن المشروع الذي أعمل عليه يحتوي على مجموعة من البروجكت. إذا هذا هو المسار، وهنا سيقوم بتنفيذ الأول، البيلد للأول، البيلد للبروجكت الثاني، البيلد للبروجكت الثاني، وفي الأخير يعطيني قائمة الورنينج والإيرور، وأيضا يقول لي هل هو فايلد أو سكسس. إذا هكذا عملنا بيلد لمشروعنا، سواء كان تيب يعني تيست أو مشروع عادي أو جروب دو بروجي. كيف نعمل ذلك بجينكو؟ وايضا نريد ان نعمل بيلد اولا ثم ماذا، ثم تنفيذ مثل هكذا، يعني نعمل ران للتست. وكما قلنا ان التست اذا كان خطأ هناك في التست هذا يعني توقف واخبر الجميع ان هناك مشكل يعني في هذا التست، يعني الكوميت دانيا كوميت، يعني اخر بوش قام بها الديفلوبر فيها خلل اثر على مشاريع اخرى، اثر على مشروعه، لان اكيد الديفلوبر سيكون يعني يعمل له المشروع الخاص يعني به سيعمل، فقط سيجد هناك مشكل في مشروع اخر الذي هو لا يراه. لذلك عندما يعمل بوش الجيت وننفذ التست سيخبر الجميع ان هناك خطا بعد عمليه هذه البوش الاخيره على الجيت، فهناك خطا ما في المشروع، يعني التست يونيتر لا تشتغل واليونيت تست لا تشتغل. نفتح جينكينز مثل ما عملنا في الدرس السابق مع دوت نت كور. سنضيف جوب جديد نسميه بروجكت 7، مشروع بسيط، نضغط على انتر اوكي ونضيف تعليمات امس دوس او الويندوز. اذا من الاحسن يعني ننشئ بات، انا قررت يعني ننشئ بات كالعادة، هكذا نكتب فقط مسار البات ولا يعني جينكينز. أين وضعت جينكينز؟ في بروجرام فايل، بروجرام فايل جينكينز، وفي هذا جينكينز هناك جوبز. في الجوبز هذه المشاريع التي قمنا بها، أنشأنا المشروع الأخير هو مشروع رقم 7. إذا البات سنسميه مثلا مشروع رقم 7، أنا قمت بإنشاء البات هذا حضرته. إذا هذا البات هو خاص ب يعني كل هذه المشاريع المفروض يعني عندي بات خاص بهم. إذا هذا المشروع أو الجوب رقم 7 عنده بات خاص به. هذا البات الذي أضفته سنكتب فيه بعض التعليمات. كما تلاحظون ما هي التعليمات؟ أولا تنفيذ أو إعطاء الأكتيفيت للسي ال اي، هكذا نستطيع تنفيذ البيلد للمشاريع دلفي. اوكي، ثانيا نستطيع عمل بيلد الاجمالي للجروب بروجي،
هذا الجروب دو بروجي نستطيع عمله بيلد اجمالي لكل مشاريع، بيلد لكل المشاريع، ثم نعمل بيلد للمشروع مثلا هكذا لا نحتاج الى هذا. اوكي سنكتب هذا فقط، واريكم لماذا اضفت سطر ثاني لان احتاج يعني هناك مشكل بسيط. اعمل سيف. اذا هنا اريد تنفيذ سي ال اي يعني اكتيفيتي سي ال اي، ثم اقول له بيلد، اعمل لي بيلد للجروب دو بروجي. هذا البين هذا او البات عفوا سنقوم بمنادته في جينكينز. اذا اعمل لصق في مكان فقط ملف تكست وانسخ فيه ما يعني هذا السطر لا يضيع لان نحتاجه. اوكي لتنفيذ ملف بات هنا فقط يعني سنقوم ب كتابة المسار. إذا cd لهذا المسار، ثم نقول له اسم ملف هو project 7.bat. هذا كل شيء يعني نفذ الملف 7.bat. نعمل save ونقوم ب run أو build. سيقول لي هناك خطأ، لماذا؟ هنا قام بتنفيذ كل المشاريع وسنلاحظ أن هناك error. لماذا؟ لأن البروجكت API فيه FireDAG، في مشكل FireDAG الهاتفي. لو ذهبنا هنا لنجدنا error على FireDAG، يقول لي هناك مشكل FireDAG build file. ايضا ريليست، ايضا هناك مشكل يعني في المكتبات الاضافيه يعني التي ضفتها هناك مشكل. لا علينا، المهم هكذا نعمل بيلد لمشروع، تعلمنا كيف نعمل بيلد لمشروع معين. هذه امور اكيد كونفيجراسيون، اكيد يعني عندما نعمل بيلد من خارج الدلفيا من مكان اخر يعني اكيد يعني هناك بارامترات او يعني لابد من اضافه كما تلاحظون هنا فايرداك، هنا ريليس، يعني مكتبات، هناك باكيج لابد ديبيكا، هناك مسار لابد من تعريفه ربما في الانفيرومنت لان جينكينز كما تعرف لا يعرف كل المسارات، هناك مشكل في المسار. المهم البيلد هو الهدف من الدرس هو كيف نعمل بيلد لمشروع. عملنا هنا بيلد لمشروع، سنغير الملف بات هذا. وكيفيه يعني السؤال الثاني في الدرس هو كيفيه تنفيذ تست يونت او اليونت، وهذا السطر الذي يسمح بتنفيذ مشروع واحد فقط. اوكي نريد تنفيذ فقط التست يونت تست. اوكي نعمل سيف. هنا عملية بيلد لليونت تيست يعني من المفروض يعني بيلد لكل المشاريع، فقط عندي مشكلة فايرداك لذلك يخرج اللون الأحمر ويقول لي أن المشروع لا يشتغل بكيفية سليمة، لذلك سأستعمل فقط بيلد لـ CLI. هكذا يقول لي عفوا البيلد للتيست يونت تيست، هكذا يقول لي أن البيلد يعمل بنجاح. كما تلاحظون البيلد يعمل بنجاح، كما قلت المشكلة كانت في فايرداك والمكتبات الأخرى. إذن هنا لا توجد إيرور، لكن في الدلفي نذهب إلى الدلفي، هنا لا توجد إيرور حقيقة، هنا جيد يعني لا توجد إيرور. هل قام بتنفيذ التست؟ لا، هذا قام بتنفيذ البيلد يعني فقط، لم يعني كما كأننا عملنا بيلد هكذا، هذا جينكينز لحد الآن هذا ما قام به. أنا أريد أن يقوم بعد البيلد أن يقوم بعمل رن ويخبرني إذا كان بالأخضر أعطيني اللون الأخضر أو الأزرق، إذا كان بالأحمر أعطيني اللون الأحمر وقل لي أن الجينكينز الجوب توقف لأن هناك مشكلة. كيف نعمل ذلك؟ فقط هو تنفيذ لي سنذهب إلى هذا البروجكت، تنفيذ للإكزي يعني الإكزي أين هو؟ موجود في بعد عملية البيلد أكيد سيكون عندي إكزي هنا التطبيق، تطبيق تيست. سأخذ هذا المسار
وأضيف بالجديد في جينكينز. كونفيجر إيه، نذهب إلى جينكينز ونضيف كومود أخرى، من الأحسن يعني لا نكتب في نفس السطر أوامر، يعني بعد الانتهاء سنقوم بتنفيذ التست، سنرى إذا اشتغل بدون يعني سي دي وهكذا. في البداية سنجربها. إذن هكذا يشتغل، نعم نفذ التست يونيتير. سنغير الآن، لنفرض أننا نقول صفر أكبر من صفر، هناك خطأ في التست يونيتير، ربما الديفلوبر قام بعملية خطأ ما، البيلد يعمل له البيلد، قال أوكي البيلد يشتغل، هو لم يجرب التست يونيتير، قام بتغيير الكود الخاص به، ثم قال أوكي كل شيء تمام، قال انتهينا من المشروع، سأبعثه إلى الجيت. جينكينز يبحث على سورس من الجيت، يأتي بها وهو درت قادم إن شاء الله بعدما نكمل الجافا والجافا سكريبت، كيفية إحضار السورس من الجيت. أوكي سيقوم بتنفيذ، سيعمل بيل. هل سيعطيني اللون الأحمر كما تلاحظون هنا؟ خلل، صفر ليس أكبر من الصفر، وكما تلاحظون أعطاني اللون الأحمر ويقول لي البروجيكت هذا لا يعمل بيلد، هناك ايرور في تست يونيت تست. اوكي وكثير من الديتاي هنا. وهكذا انتهى الدرس. اذا تعلمنا في هذا الدرس كيف نعمل بيلد لمشروع، كيف نعمل بيلد لجروب دو بروجي، كيف نعمل تست يونيت تست في بواسطة جينكينز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوا ان الدلفي شيء رائع، لغة رائعة و متطورة، ولحد الآن كما تلاحظون استطعنا أن نقارن بين جافا والدلفي وسي شارب ولا يوجد فرق، حتى جينكينز هكذا عملنا درس بالدوت نت الآن بالدلفي، وسنعمل بعد ذلك بالجافا والنوت جي اس أو نست جي اس. السلام عليكم ورحمة الله.